بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إذا تتم الدروس لمدرسة انفورماتيك مع الدرس 21 بارتي 5، ما زلنا في لاغام، أو بالضبط غادي نكملوا على لا بارتي 4 أو بارتي 5، غادي نكملوا على دي دي رام 1. إذا كنا شنا في الدرس اللي فات، كنا تكلمنا على دي دي رام 1، قلنا دي دي رام اون جينيرال دي رام كينقسم لثلاث الاقسام، دي دي رام 1 2 3. دي دي رام 1 احسن من دي اس دي رام. علاش دي رام 1 احسن من اس دي رام؟ يعني الدوبل ديالها في لا فيتاس، غنشوفوا علاش. دي دي رام 1 كيكون الكاباسيتي 256 512 1 جيجا 2 جيجا. وباش كتعرف دي دي رام 1 كيكون فيها تقطيعه واحده في ميله شويه ماشي في الوسط، وبالسيري ديالها باش تفرق ما بين دي دي رام 1 و 2 3. بالسيري ديالها ان دي دي رام 1 كيكون بي سي 1600، بي سي 2100، انسي دو سويت. كيكون بي سي وحده واحد الرقم من اربعه الارقام، وسولون هذا الرقم غادي نعرفوا لا فريكونس ديالها انسي دو سويت. دونك قبل ما نطرق لا فريكونس ديالها، ياك هو الطابلو باين، ولكن غادي نشرح انه واخا باين ولكن ما مفهومش الناس الاخوان اللي غادي هادشي يشوفوا اول مره، ما مفهوم والو هادشي. هذا بحال كان بحال الهيروغليفي هنا. الوغ غنشرح بعدا واحد القضيه، علاش الاس دي رام، علاش دي دي رام احسن من الاس دي رام؟ كنقول دي دي رام دائما دي دي رام 1 الدوبل ديال الاس دي رام احسن منها. هاد الشرح هذا حاولوا تفهموا معايا الاخوان، غنحاول ما امكن نشرحه بطريقه بسيطه سلسه، ما ندخلش في التفاصيل، ما ندخلش في الالكترونيك، يعني غير من فوق باش تفهم مزيان كيفاش فكوا انه يبدعوا هاد الدي رام 1. ولكن اللي ما فهمش معليش، ماشي شي حاجه اللي خصو يعرف، هو ان الدي دي رام 1 دوبل ديال الاس دي رام بلا فيتاس ديالها. فوالا غنشوفوا دابا علاش 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 واخا. قبل ما نشوفو علاش خصنا نديلكم واحد ليماج، واحد ليماج كاين في السي بي يو هنا. كنا شنا هاد ليماج باش كنا كنديو الدروس ديال الميكرو بروسيسور. كنا قلنا ان الميكرو بروسيسور اللي كاركتيريزي بار كوا، بار سا فيتاس، اللي كاركتيريزي بار سا فيتاس. دابا هذا فيه 2.8، يعني 2.8 جيجا هرتز. كاين عندنا الميكرو بروسيسور خصو يخدم عامل، خص يكون دائما بجنبو لا ميموار رام كيحط فيها داك الشيء. قلنا هادشي في الاول ديال لا رام 6 زون دو ميموار ديستيني بور لو ميكرو بروسيسور. فوالا. الوغ باش السي بي اي تكومونيكا مع لا رام اش خصو؟ خصو واحد الطريق، بحالاش مثلا بحال دابا الرباط ديال السي بي اي كازا هي لا رام. ايوا باش نبقاو نديو السلعه ونجيبو السلعه ونديو السلعه ونجيبو السلعه، شنو خصنا؟ خصنا والو طوط، يعني واحد طريق تمشي وتجي بي ديريكسيونيل، ماشي يوم جيه. كيخصنا واحد لو بوس. دونك باش كنقولوا هاد الطريق هي داك بالنسبه لاكارت مير والسيستيم ديال لورينتو، كيخصنا نهضروا على لو بوس. لو بوس هو واحد مجموعه ديال لي لين كيربطوا ما بين اليمون اليمون باش يتكونتاكتاو بيناتهم. دونك باش يتكونتاكتا تكومونيكا لو سي بي يو مع لا رام، كي عندنا واحد لو بوس، وفي الحقيقه عندنا دو بوس، لان باش لي دوني يمشيو من سي بي يو لا رام ولا يجيو من لا رام سي بي يو، كيدوزو على لو بوس الاولاني. اولا كيربطهم ما بين سي بي يو واحد السيكوي سميتو الشيبسات، ما نهضروش عليه دابا. وهاد الشيبسات هو عاوتاني كيمشي لو دوني من الشيبسات حتى لا رام. هاد لو بوس اللي كيفرق ما بين سي بي يو والشيبسات كيتسمى لو بوس اف اس بي، او لو بوس سي بي يو. و لو بوس اللي كيربط ما بين الشيبسات ولا رام كيتسمى لو بوس رام. لو بوس رام بون. كنعرفو انا ان البي سي اون جينيرال، قلنا انا باش هضرنا على السي بي يو هضرنا على الفريكونس ديالو، كيخدم بحال دابا هنا كيخدم 2.8 جيجا هرتز. هنا الاف اس بي ايكال 200 ميجا هرتز، سيتادير على ان لي دوني باش كيكونوا هنا كيخدموا 2.8 جيجا هرتز. باش كيبغيو يدوزو هنايا في البوس كيمشي بواحد السرعه ديال 200 ميجا هرتز، سي بون. دونك حتى لو بوس رام عنده واحد السرعه تقدر تكون حتى 200 ميجا هرتز، و حتى لا رام كيكون عندها واحد السرعه اللي هضرنا عليه مثلا بالنسبه للاس دي رام. عاد شوف دي رام، دونك كلشي كيكون عنده واحد السرعه.
مزيان. السرعه تبعنا بالنسبه للسرعه ولا لا فريكونس، لا فيزيك سي لا فريكونس، هي اللي كنقول احنا السرعه تبعنا في مكان في لو سيستم. باش نهضروا على لو ديسك ديال، نهضروا على اي حاجه كنلقاو لها فريكونس او السرعه ديال، باردون ديسك ديال، ديسك ديال كان نومبر دو تو با سكوند. غير بالنسبه لكارت مير لو سيستم لي سيركوي اللي كيكون تما دايما عندهم واحد لا فيتاس، سورتو بالنسبه للسي بي يو، بالنسبه للرام، بالنسبه مثلا لي زوتر بحال كارت غرافيك انسي دو سويت. دونك هاد لا فريكونس سافي دي كوا لا فريكونس. الناس اللي قراو لا فيزيك ماشي كلنا قرينا لا فيزيك، قريتو حتى في 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 الثانوي الاخوان قريتو معنى الفريكونس بالعربيه هو تردد. شنو هو التردد؟ مثلا التردد هو شي حاجه تتردد بالعربيه، يعني شي حاجه كتمشي وتجي. التردد هي شي حاجه كتمشي وتجي كتردد. على مثلا الزبناء يترددون على المصلحه، يعني كيمشي ويجي ويمشي ويجي ويمشي ويجي، هذا هو التردد باللغه العربيه الشرح ديالو. رجعت لكم رجعت لكم العربيه. اذا التردد او لا فريكونس ان فرونسي، وشنو هو لا فريكونس؟ باش كنقولوا مثلا ان هرتز، قلنا لا فريكونس سميتو الوحده القياس ديالو هو الهرتز. عاد كاين المضاعفات كيلو هرتز وميجا هرتز وجيجا هرتز، هادشي هضرنا عليه في الكور ديال السي بي يو. كنا ان 1 كيلو هرتز ايكال 1000 هرتز، 1 ميجا هرتز ايكال 1000 كيلو هرتز، و 1 جيجا هرتز ايكال 1000 كيلو هرتز، 1000 ميجا هرتز باردون. دونك شنو هو لا فريكونس؟ لا فريكونس هو المقلوب ديال التردد، المقلوب ديال الدور باردون. لا فريكونس هو المقلوب ديال الدور، دور فرونسي période je crois. La période, ماشي لا بيريود. معليش. دونك ما كيهمناش هادشي، ما ندخلش في لا فيزيك. المقلوب ديال الدور. لا فريكونس هو المقلوب ديال الدور. شنو هو الدور؟ الدور هو بحال دابا هنايا هادي كتسمى هادي دور. حتى انا كي لو سينيال اللي كيكون كيخدم اي سينيال فريكونس ديال السي بي يو ولا الفريكونس ديال البوس ولا الفريكونس ديال الرام كيكون على هذا الشكل، هذا دائما على هذا السينيال. سافو دي كوا هذا السينيال؟ هنا كيكون 0 فولت، هنا كيكون 5 فولت، دائما 0 5 فولت 0 فولت 5 فولت 0 فولت 5 فولت 0 فولت 5 فولت. هذا هو التردد، هذا هو لا فريكونس اللي كيخدم به. هكا كيكون لو سينيال ماشي لا فريكونس، هكا كيكون لو سينيال. لا فريكونس شنو هو؟ لا فريكونس باش كنقولوا ان هرتز، تبع معايا مزيان المسألة، باش كنقولوا ان هرتز سيتادير طلعة ونزلة في اون سكوند. يعني هنا هاد الطول ديال هاد الموجة هادي، الطول ديال هاد هاد الطلعة والنزلة هادي كتكون اون سكوند، يعني ان هرتز. باش كنقولوا دو هرتز يعني كيطلع وينزل ويطلع وينزل في اون سكوند، يعني جوج ديال الطلعات والنزلات في اون سكوند. كنسميو دو سيكل بار سكوند، دو سيكل بار سكوند، دو اون سيكل بار سكوند هرتز، دو سيكل بار سكوند دو هرتز. باش كنقولو مثلا 10 هرتز 10 سيكل بار سكوند، باش كنقولو 10 كيلو هرتز 10000 سيكل بار سكوند، 10 ميجا هرتز 10 مليون سيكل بار سكوند، 1 جيجا هرتز مليار سيكل بار سكوند. يعني مليار طلعه ونزله في ثانيه واحده. شنو البروسيسور ديال 1 جيجا هرتز؟ يعني لا فريكونس اللي كيخدم بها لداخل مليار طلعه ونزله في سكوند. باش كنقولوا مثلا البروسيسور ديال 2 جيجا هرتز سيتادير الفريكونس اللي كيخدم فيها وسط البروسيسور كيكون له سينيال جوج د المليار طلعه ونزله في سكوند. شي شي كتلاحظوا داكشي سريع بزاف. كاين ديزاستركتون اللي كيطلبوا ان سيكل ديكزيكسيون، كيطلبوا دو سيكل ان سويت. شي مغاش تدخل الفيديو شي دابا. المهم اللي بغيت نشرح لكم سافي دي كوا لا فريكونس. لا فريكونس شنو هي؟ بون دابا بالنسبه لي ميموار، باقي ما وصلناش جاب هاد الشيء هشام دابا لهاد الاس دي رام والدي دي رام. انا نقول لكم جاب هاد الشيء الاس دي رام والدي دي رام. بون كنا قلنا على ان كنا هضرنا في السي بي يو، قلنا هذا لو بوس، هذا لو بوس ميموار بيس رام
اللي كيهبط ما بيمشيش بسات وغرب، تا هو عنده واحد لا فريكونس، يقدر يكون 100 ميجا هرتز، يقدر يكون 133 ميجا هرتز، يقدر يكون 200 ميجا هرتز، 266 ميجا هرتز، غنشوفو من بعد شحال ممكن يكون. صافي هادو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين. بون سيبوزون دابا هاد البوس رام إل ترافاي أ 100 ميجا هرتز، مزيان دابا تبع معايا مزيان، أنا نقول لكم دابا الفرق بين اس دي رام و دي دي رام. إلا كان هاد البوس كيخدم ب 100 ميجا هرتز، سيتادير لا رام غادي تخدم حتى هي ب 100 ميجا هرتز، يعني خدمتي البي سي 100 لا بي سي 133 مزيان ماشي مشكل، إلا كان عندك اس دي رام. يعني الاس دي رام هو ان داكشي المعلوم داكشي باش كيخدم لا فريكونس ديال لو بوس رام كتخدم ديك لا رام، يعني الا كانت 100 ميجا هرتز يعني هنا كتخدم حتى هي ب 100 ميجا هرتز. صافي ديك كوا 100 ميجا هرتز في داك داك الميبيا اللي عطيتكم قبيله، 100 ميجا هرتز هي 100 مليون طلعه ونزله ان سكوند، يعني 100 مليون سيكل بار سكوند. تصور انت معايا 100 مليون سيكل بار سكوند مزيان. و اما الدي دي رام لا، الا كان لو بوس كيخدم ب 100 ميجا هرتز هي كتخدم ب 200 ميجا هرتز، ديزون كتخدم ب 200 ميجا هرتز. كيفاش؟ انا نقول لكم كيفاش، هما فكروا كيفاش داو، لاحظوا معايا مزيان وتفهموا. بالنسبه لي دوني الا بغى مثلا الاس دي رام، هضر على الاس دي رام، الا بغات الاس دي رام تيكزيكوتي شي دوني، تسجل شي حاجه في لا رام ولا شي حاجه، بغينا نسجلوا شي حاجه في لا رام ولا نقراو شي حاجه من لا رام، كتخدمها في لو فرون مونطون ديال السيكل. كما قلنا مثلا هذه ان سيكل، فوقاش هنا كتيكزيكوتي لانفورماسيون، كتيكزيكوتي في لو فرون مونطون، يعني هنا في الوقت اللي كيطلع لو سينيال هنا كتيكزيكوتي اون انستركسيون ولا كتيكزيكوتي شي حاجه، هنا كتيكزيكوتي شي حاجه. صافي في الهبطه ما كيتيكزيكوتي والو، لا بروشان انستركسيون ستيكزيكوتي في البروشان فرون مونطون. يعني مثلا الا كانت عندنا واحد الانستركسيون كتيكزيكوتي في ان سول سيكل، عندنا مثلا 10 ديال الانستركسيون، كل انستركسيون ديال شي فيشين، كل انستركسيون كتيكزيكوتي في 10 ديال كل انستركسيون في ان سيكل، كيخصنا 10 د المرات طلعه ونزله باش نيكزيكوتيو هاد 10 ديال الانستركسيون، ياك. هادي بالنسبه للاس دي رام. بالنسبه للدي دي رام ان لا، دي دي رام ان الا كان لو بوس خدام 100 ميجا هرتز، بالنسبه للاس دي رام كل طلعه كي اكزيكوتي واحد الانستركسيون، يعني كتبقى خدامه هي هي خدامه بنفس لا فيتاس ديال 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 لو بوس. دي دي رام ان لا، فكو هما شنو قالوا؟ قالوا من عاود ما نبقاو نيكزيكوتيو كل انستركسيون ولا اكزيكوتيو شي حاجه في الفغي في الفرون مونطون، علاش ما نيكزيكوتيوش في الفرون مونطون وفي الفرون ديسوندر؟ يعني الا كان عندنا شي حاجه دو انستركسيون نيكزيكوتيوها في الطلعه هنا وفي الطلعه هنا، يعني خصنا دو سيكل باش نيكزيكوتيو دو انستركسيون، رانا نيكزيكوتيو في الطلعه وفي النزله، شحال نوليو نيكزيكوتيو من انستركسيون ولي نيكزيكوتيو ربعه ديال لي انستركسيون في دو سيكل. ولاحظوا معايا هنا فين كيبان لو سونس ديال لو دوبل، دابا هنا في ان سيكل كان اكزيكوتيو دو انستركسيون، الا كانت اكستركسيون كتطلب ان سو سيكل، يعني في لو فرون مونطون في لو فرون ديسوندون. ما عرفتش الاخوان فهموا ولا ما فهموش، كاين اللي غادي يفهم كاين اللي ما يفهمش، كاين اللي يبان شويه باقي شي شويه، ولكن ماشي مشكل، انا غير كنشرح لكم تيوريكمون كومون سا سباس. دونك بالنسبه لي اس دي رام لا فريكونس اللي كاينه هنا كتجي هي باش كتخدم لا رام، علاش؟ لانها كتيكزيكوتي لا رام لي انستركسيون غير بار لو فرون سور لو فرون مونطون. بالنسبه باش تاو دي رام ان دا واحد لا تكنولوجي انهم يبقاو اكزيكوتي لي انستركسيون في الفرون مونطون في الفرون ديسوندون، داكشي علاش ولا لو بوس باش كيخدم 100 ميجا هرتز في لا رام كتولي كتبان لينا بالدوبل. يعني الا كنا كنصيفطو في الاس دي رام كيكون عندنا واحد لو دي بي، ما معنى لو دي بي؟ لو دي بي هو شحال من دوني في اون سكوند، لكن مثلا عندنا مثلا 1 ميجا اوكتيف اون سكوند، بالنسبه لدي دي رام ان ولي تستقبل لينا 2 ميجا اوكتيف اون سول سكوند وبنفس لا فريكونس. لاحظتوا معايا الاخوان؟ يعني بحال داك لو سيستيم اللي قلنا ديال كورتو ديو. صافي، اذا هاد المقدمه غادي تنفعنا، فينا تنفعنا؟ غادي تنفعنا هنا باش غادي نقولوا لا ديفيرونس اونتخ لي سيوي. لاحظتوا معايا لو بي سي 1600
كتخدم لا فريكونس ديال لو بوس رام خصو يكون خدام 100 ميجا هرتز، ما تخدموش 130 ميجا هرتز. هذاك لو بوس اللي هضرنا عليه قبيله اللي كيربط ما بين لا رام و لو ميكرو بروسيسور و الشيبسات، وهي كيكون شي مرات مكتوبه يا اما كتلقى فيها شي مرات بي سي 1600 شي مرات كتلقى دي دي ار تيري 200 سيدير 1200، يعني هي كتخدم 200 ميجا هرتز دوبل ديال 100 ميجا هرتز. لا بوند باسونت كتستقبل 1.6 جيجا اوكتي بار سكوند. دابا كون كانت شي اس دي رام تستقبل لينا غير 800 ميجا اوكتي بار سكوند. دليل نشوفو شي اس دي رام كتخدم ب 100 ميجا هرتز. نجبدو هنا من هنا النيت دابا اس دي رام فوالا ها الاس دي رام نشوفو لي ها ناخدو هادي ها هي بي سي 100 شحال كتخس لو بيس خصو يكون خدام 100 ميجا هرتز شحال هي كتستقبل ديال لي بوند باسانت تستقبل 800 ميجا اوكتي بار سكوند نص ديال دي دي رام دي دي رام دوبل ديالها 1600 ميجا اوكتي بار سكوند بلس لا فيك لا فريكونس 1600 ميجا اوكتي بار سكوند يعني 1.6 جيجا اوكتي بار سكوند. لاحظتوا الان حسيتوا بالفرق. بالنسبه للبي سي 2200 خص لا فريكونس ريال ولا فريكونس ديال لو بيس رام خصو يوصل حتى 133 ميجا هرتز. ممكن يخدم ب 100 ولكن ما يفوتش 133. لا بوند باسون ديالها كتوصل الى كان خدام هاد الفريكونس ريال داتي 133 لا فريكونس لا بوند باسون 2000 2 جيجا تقريبا. بي سي 2400 لا فريكونس كتوصل حتى 150 ميجا هرتز هي لا بوند باسون ديالها 2.4 جيجا اوكتي بار سكوند. 2700 1066 26 3200 هادي اللي كنصح الاخوان بها. لا فريكونس ريال ديال لو بوس كيكون 200 ميجا هرتز كتوصل 200 ميجا هرتز و لا بوند باسون ديالها كتستقبل ولا توصل ولا تصيفط 3.2 جيجا اوكتي بار سكوند. اذا هنا كنحسوا انها كتخدم دوبل ديال الاس دي رام ماشي اش دي رام ان مزيانه بارابور الاس دي رام. ايوا سي دو سويت بالنسبه لي زوتر فريكونس لي زوتر تيري. بالنسبه لواحد المساله الا كانت لا رام بحال دي دي رام 1600 اللي ديزيني ا ترافاي ا 100 ميجا هرتز هي تكون خدامه لو بوس رام ديالها يكون خدام 100 ميجا هرتز ماشي يكون خدام كثر، لان كون خدام كثر هي كتولي تخدم تولي مثلا سيبوزون هادي درتي لها واحد لو بوس ديال 133 ميجا هرتز واحد لو بوس كونفيغوريتي ب 133 ميجا هرتز درتي في رام 1600 ولي هذاك لو بوس كيلزم ديك لا رام انها دي اون بوند باسون ديال 2.133 جيجا بايت بار سكوند وهي كتستحمل غير هادي كتستحملش هادي ريسك ان ديك لا رام ان مع الوقت تحرك لا ديوري ديالها كنقص سيرتو مع هاد لي رام اللي كيتباعو غير الا فتي ليها بحال كتخدم بها بسور سور شارج سور فريكونس. داكشي اش كنصح الاخوان ياخدو دايما هاد بي سي 2100 2200 3200 لان لو بوس ديال رام مكيفوتوش 200 ميجا هرتز. هاد القضية خلاتينا بها هشام كيفاش دابا حيت خصنا نشوفو شحال كيخدم عندنا في البيس ديال رام باش كنعرفو. لا كاينين اغلبية لي بي سي لي مارك و انسي دو سويت داكشي كلو كادونسيو داك البيس ديال رام يخدم بلا فريكونس ايديال ديال ديك الباك ميموار. هاد الحالة مكتلقاش المشكل، كتلقى المشكل مع سيغتان كارت ميغ ديال لي كلون ديال داكشي بي سي اسومبلي كيكون سيغتان كارت ميغ كيكون خصك نتا بيدك تموديفيي لا فريكونس ريال ديال لو بوس رام. هاد الحاله اللي كيقدر يوقع مشكل الا كان الانسان ما كيعرفش يكونفيغوري لا رام ديالو، وهادشي غادي نشوفو ان شاء الله في الحصه ديال السيت اب لا مانيبيولاسيون في السيت اب نشوفو حتى هاد الزوبسيون. دونك اللي خصنا نعرفو حاليا بالنسبه لدي دي رام احسن من اس دي رام الدوبل ديالها لا بون باسون ديالها دوبل. دي دي رام 1 فيها تقطيعه وحده التركيبه ديالها بحال الاخر كتخدم بان بير ولا بير ماشي مشكل كيكونوا في لي بي 4 كيوصل لك لي بي 4 العاديين ماشي كورتوديو من 1.8 جيجا هرتز تقريبا 2.8 جيجا هرتز كتلقى فيهم دي رام ام. باش كتعرفها كتعرفها بلي سيري بي سي 1600 بي سي وحدها 4 ديال الارقام اولا شي مرات كيكتبوا لك دي دي ار تيري 200 دي دي ار تيري 266 انسي دو سويت. اللي كنصح الاخوان هي هادي
ولكن ماشي مشكل. يقدر لك عندك ماك وداكشي ماشي مشكل، دال ولا ماك كومباك ولا اش بي داكشي، خديتي اللي خديتي مزيان، ولكن احسن تاخد لي فيتاس اللي هما ايدونتيك، يكونوا كاع لي بارات هما عندهم نفس لا فيتاس، بقاش ما غادي اليوم دي هادي وما دي دير هادي وما غادي هذا خلط وجلط. اذا هادشي بالنسبه للغام. بالنسبه لابون ديبي كيفاش كيحسبوا، انا غادي تيوريكمون هاد ديبي هادي كيفاش كيحسبوا، انا نقول لكم هاد دابا هنا داك لو ديبي ميموار دي ميموار كالكولي كوم سويت. لي دي دي ار سون دي ميموار دو 64 بيت، سيتادير 8 اوكتي، يعني هما كيخدموا ب 8 اوكتي، سون دي ميموار ديال 8 اوكتي بار 8 8 8 8 8 8 8 64 bits. Cela signifie qu'une barrette mémoire DDR peut transmettre 8 x 2, HDAV 2, yani 8 octets x 2, HDAV 2, front montant, front descendant, une seule cycle. Je ne m'arrête. Yani 8 x 2, il y a 16, yani 16 octets par cycle d'horloge. Hein? À chaque cycle d'horloge, à chaque cycle d'horloge, il y en a à chaque cycle d'horloge, il y a un front montant, un front descendant. Donc, si je le front montant 4,7 octets, front descendant 8 octets, 4,7 octets, une seule cycle d'horloge. Par contre, la carte de SDRAM, réel 8, ماشي 16. Le facteur 2 provenant de l'effet DDR, par exemple, supposons que cette mémoire tourne à la fréquence 1333 MHz. Supposons que cette mémoire tourne à 1033 MHz. Il y a 1033 MHz, c'est qu'on y a, c'est qu'on PC 2100, c'est qu'on PC 2600. Sinon, on va dire PC, mais ça fait l'être de 1033 MHz. Il y a une maladie, une maladie, une maladie, une maladie, une maladie. سيبوزون شي وحده خدام 133 ميجا هرتز، يعني البيس السلام خدام 133 ميجا هرتز. اون دونك اشاك سكوند، اشاك سكوند عندنا 16. علاش اشاك سكوند؟ لان شنو قلنا، شنو قلنا 133 ميجا هرتز هي 133 مليون سيكل بار سكوند، صافي. اذا 133 مليون عندها فاش ب 16 باش تعطيك شنو؟ تعطيك بالاوكتي، شحال من اوكتي بار سكوند. اذا هما خدمونيش بالميجا هرتز، علاش؟ شدو 133 ميجا هرتز ضربوها في 16 عطاتهم 2128 جيجا اوكتي بار سكوند، جيجا اوكتي 2128 باردون ميجا اوكتي بار سكوند. الا بغينا نخدمو بالطريقه هذا كيما قلت لكم، 133 ميجا هرتز هي شحال؟ هي 133 مليون مليون انستركسيون بار سكوند. كون كانت مليون، كون كانت مليون مليون ريال مشكله غتصور. كون كانت مليون 133 مليون 133 مليون انستركسيون بار سكوند، غادي نضربوها في 16، نضربوها في 16، يعني كتصير 16 ديال اوكتي، 16 اوكتي بار سي بار اون سيكل دورلوج. وعندنا حنا 133 مليون سيكل، هنا كيخدم 133 ميجا هرتز، 16 إيكالا كومبيان؟ إيكالا جوج واحد جوج تمنية صفر 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 أوكتي. إلا حولتيها ميجا أوكتي غتعطيك هادي 2128 ميجا أوكتي بار سكوند. هاهي 2128 ميجا أوكتي بار سكوند هي 2، إلا حولتيها جيجا أوكتي 2133 جيجا أوكتي بار سكوند. صافي سي بون. إذا المسألة واضحة الإخوان، هذو المسألة واضحة جدا وضوح الشمس. كيفاش حسبوا لا بون باسونت اللي كان المهم نعرفوه هما هذا الشيء اللي قلنا دابا. إذا في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى نتكلموا على لي دي دي رام 2 إلي دي دي رام 3، كيفاش تعرفوا ليهم، كيفاش نعرفوا لي سيري ديالهم، وشوفوا بينهم بين دي دي رام 1. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.